طيب تعالوا بقى نشوف آخر يعني أخبار وفيديوز على السوشيال ميديا. إحنا طبعا امبارح تابعنا مهرجان اسكندرية، والحقيقة الفنان والنجم فاروق الفيشاوي صدم الجمهور وأعلن إنه مصاب بالسرطان، وأعلن إنه إن شاء الله هيحاول إن هو يقاوم، وانه طالب من الجميع من جمهوره واصدقائه في الوسط الفني ان هم يقفوا جنبه. تعالوا نشوف الفيديو الخاص بالفنان فاروق الفيشاوي ونرجع لكم مرة تانية. النجم الكبير فاروق الفيشاوي انا الحقيقه في نفسيتي شويه حاجات كده استاذنكم جميعا ان انا اقولها. ترددت كثيرا جدا في ان انا اقوله لكم، لان مش عاوز حد يتضايق ولا حد يزعل ولا حد ينزعج، لان انا شخصيا مش منزعج. بعد بعض التحاليل والفحوصات والاشعاعات، دكتور المعالج قال لي: فاروق احنا عندك سرطان. قلت له: سرطان؟ يعني صداع. فقال: لا، فاروق شخط فيا بقى، انا بتكلم جد. قلت له: وانا بتكلم جد، انا هتعامل مع هذا المرض كانه صداع. وبالعزيمة وبالإصرار سأنتصر على هذا المرض، سأهزمه، وهاجي الدورة الجاية 35 لمهرجان الأسكندرية علشان أقول لزميل آخر أو زميلة أخرى مبروك على التكريم. على قد ما الناس الحقيقة جمهور فاروق الفيشاوي وكلنا اتضايقنا جدا وفعلا انزعجنا من هذا الخبر، على قد ما احنا فعلا يعني فوجئنا وسعدنا بإصراره وقوته وتلقيه لهذه الصدمة بهذا الثبات. فاروق الفيشاوي ألف سلام عليك، ويعني من جمهورك ومن محبيك أكيد إن شاء الله بإذن الله هتنتصر على هذا المرض اللعين، وهتنورنا في مهرجان اسكندرية السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها، ويعني إن شاء الله ربنا يشفيك.